السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم ميس هبة رجب. أهلا بكم في سنة تالتة في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض يا أولاد منهج الإنجليش، والنهاردة معانا حاجة مهمة جدا، معانا حل تقييمات الوزارة للصف الثالث الأسبوعي الأول. هنسيب لكم اللينك أسفل الفيديو. يلا بينا نبدأ. عندنا الأسبوع الأول الفصل الدراسي الأول، طبعا يا أولاد عندنا حاجة اسمها الاختبار الأسبوعي. ده بيكون عندي منه ايه 3 مودلز، 3 نماذج، لان المدرس بيقسم الفصل لايه 3 مجموعات علشان كل ولد قاعد جنب التاني يكون اختباره غير اللي قاعد جنبيه. تمام، ليتس ريمبر، هاني نتذكر. عندي مودل ايه يا ولاد؟ تشوز ذا كوريكت انسر. تعال نختار. بيقول لي نمبر 1، ذير از ا سمول بلو اون ذا بيد، اللي على السرير. هيكون في فلاور، ورده، هيكون في ضل عروسه، هيكون في تري، شجره. طبعا يا ولاد هيكون في ايه؟ هيكون في ضل عروسه على السرير. I fly my big colorful، ايه اللي طيرتها وملونة وكبيرة؟ قايد طيارة ورقية، جلاس اللي هو الكوب الزجاجي، ولا الكار السيارة؟ طبعا هطير ايه؟ طيارة. قايد. I sit on a small، انا بجلس على ايه؟ صغير. ترين، قطار، تشير، كرسي، ولا رادار المسطرة؟ طبعا بقعد على تشير، الكرسي. هاو، كيف، هو، من، وير، اين. is your house، بسأل على مكان منزلك. المنزل ده مكان، يبقى اقول وير، اين. We use the keyboard، بنستخدم لوحة المفاتيح. And to find any everything، عشان نجد ايه كل شيء. بستخدم ايه يا ولاد في البحث؟ الكيبورد، لوحة المفاتيح، وايه تاني؟ رولر، المسطرة، اريزر، استيكة، ولا ماوس؟ الفارة، طبعا الفارة بتاعة الايه؟ الكمبيوتر. موديل بي، النموذج التاني للاختبار الاسبوعي. choose the correct answer. It's a small green، اللي صغيرة وخضرة. بيسايد يعني بجانب. ذا هوم، جنب المنزل. في تري، شجرة خضرة. سي، بحر أخضر. ريفر، نهر أخضر. طبعا فيها ولاد تري، شجرة. وي تيك فوتوز، نلتقط الصور. ويز اور بوكس، بالكتب. باجز، الحقائب، ولا فونز، بالهواتف أو التليفونات؟ طبعا بالهواتف. تيك فوتوز، يلتقط صور. There is a، يوجد ايه يا ولاد؟ صوفا، كنبة، تشير، كرسي، بوك، كتاب. On the desk، على المكتب. هنحط ايه على المكتب؟ هنحط كنبة، هنحط كرسي، هنحط كتاب، هنحط بوك، كتاب. In summer، في فصل الصيف. We can wear a cotton، نلبس ايه من الكوتن؟ تي شيرت، ولا بوت، مركب، ولا كاب، فنجان. طبعا هنلبس ايه يا ولاد؟ تي شيرت. We use the map، بنستخدم الخريطة. To get زنوات، عشان نحصل على فود، الطعام، دايركشنز، الاتجاهات، ولا وتر، المايه. طبعا بستخدم التخاريط عشان اوصل الاتجاهات. موديل سي، الاختبار الثالث. choose the correct answer. number 1، there is a small gray and white، ايه اللي لونه رمادي في ابيض؟ جيراف، الزرافه، جوت، المعزه، ولا بير، الدب؟ يا ولاد طبعا سمول جوت تبقى معزة صغيرة، لأن البير ضخم والزرافة ايه؟ ضخمة. وير، أين، وين، متى، هاو، كيف، از، ميوزيوم، طبعا ده مكان فأقول عليه وير، أين. زير از آه، ليك، في بحيرة، ولا ريفر، نهر، ولا كابرد، دولاب. ان ذا بيدروم، غرفة النوم، يكون فيها ولاد كابرد، الدولاب. ذا اكسبريس، ترين، القطار السريع. doesn't stop، لا يتوقف. at hospital، في المستشفى، ولا سكول، ولا ستيشن، طبعا مش بيقف في المحطة، يمشي على طول. my mother، مامتي، cooks food، بتعد الطعام وتطبخ الطعام. in the kitchen، في المطبخ. bedroom، غرفة النوم، ولا في الليفينج روم؟ طبعا فين يا ولاد؟ في الكيتشن، مطبخ. دول 3 اختبارات، يعني انت حظك بقى، بيجيلك واحد منهم المدرس بيديهولك، تمام، علشان كل واحد ايه جنب التاني ما يكونش معاه نفس الاختبار. هنحل يا ولاد اي واحد من دول، حاجات سهلة جدا، المعلم يكتبهولك على السبورة. في حاجة بس اسمها الواجب المنزلي، ده برضه المعلم هيديهولك ايه وانت تحله في البيت وترجعهوله، هوم ورك شيت. تشوز ذا كوريكت انسر، تعال نختار. ذا ستور، اللي هو المتجر، كمبيوتر، ولا بلاي ستيشن. سيلز، مينز، وير، بيبيع ملابس الرجال. الملابس الرجال يا ولاد، ملابس رجال، هنجيبها منين؟ من ستور، المتجر. وير از ذا كلوزست، اقرب، اين اقرب، سكول، مدرسة، ريستورانت، مطعم، ولا سي، بحر. وي ار سو هانجري، احنا جعانين جدا. الجعان بيدور على ايه؟ بيدور على الريستورانت، المطعم. ذا ميوزيوم، المتحف. وول، الحائط. لايت، الضوء. از فول اوف رير اند بريشس تريجرز،
مين اللي مليء بكنوز نفيسة، يعني حاجات غالية جدا طبعا يا ولاد، الميوزيوم المتحف. ذا سكاي السماء، ميوزيوم المتحف، ديزرت الصحراء، ايس اوبن، دي المفتوح كل يوم اكسبت ماندي. طبعا نفتح المتحف كل يوم ما عدا يا ولاد ما عدا يوم الاثنين. اي بوت ا بار اوف سوب، اشتريت قالب من الصابون. فروم زي ايه، اشتري منين، من الفود الطعام ولا سويمنج بول ولا حمام السباحه ولا من السوبر ماركت؟ طبعا من السوبر ماركت. complete using the words between brackets، تعال نكمل بهوسبيتال المستشفى. رايت اليمين، ريستورانت مطعم، ستريت يعني خط مستقيم، ستور متجر. you should turn not to go to the hospital، turn ايه، turn right، يجب ان تتجه يمينا لكي تصل الى ايه، الى المستشفى. go straight through، go straight يعني اذهب في خط مستقيم. the door under the exit sign، تحت ايه، اشارة ايه، الخروج. the north service good food at affordable prices، affordable prices ايه، اسعار مقبولة. اللي بيقدم الطعام يا ولاد، ستور المتجر. the north sells women's wear، اللي بيبيع ملابس الرجال. اسفه جدا يا ولاد، دي هتبقى ريستورانت وتحتها ستور، لان الفود، الفود الطعام تبقى يا ولاد ريستورانت المطعم، وهنا تبقى ستور المتجر. where is the closest not I'm so afraid، فين اقرب ايه يا ولاد، اقرب مستشفى. I'm so tired، انا متعب جدا، انا تعبان، عايز اقرب ايه، اقرب مستشفى hospital. حاجة بقى اسمها ورقة عمل الحصة، choose the correct answer from ABC، من بين الأقواس. we live in an، احنا عايشين في apartment، شقة سكنية، station محطة ولا سكول مدرسة، طبعا عايشين فين، في apartment شقة. we take a shower، نستحم. in the bathroom، في الحمام ولا bedroom، غرفة نوم ولا living room، غرفة المعيشة، طبعا في الباثروم، في الحمام. my mother امي cooks food، تعد الطعام. in the bathroom، في الحمام ولا kitchen، مطبخ ولا club، في النادي، طبعا في الكيتشن. I like sorry I take، انا باخذ غفوة او قيلولة. in my bedroom، في غرفة نومي، fitting room ولا في الكلوزت، طبعا يا ولاد في البيدروم، غرفة نومي. what do you have in your apartment، عندك ايه في شقتك، قال له I have، عندك سوبر ماركت في الشقة، عندك بيدروم صغيرة في النوم ولا عندك رينج، عندك خاتم، طبعا عندي بيدرومز. complete using words between brackets، computer computer، يلو اصفر، طول طويل، تشيرز كراسي، وردروب اللي هي الايه، الدولاب. the palm tree اللي هي النخلة، is مالها، طول طويلة. the color of the flower، لون الوردة ماله، يلو اصفر. I have not in my bedroom، عندي في غرفة نومي، عندي وردروب، دولاب. I have a knot on my desk، عندي على المكتب بتاعي، عندي كمبيوتر. my mom has six knot in the dining room، في غرفة الطعام. ماما عندها ايه، 3 6 ايه ولا 6 chairs، عندنا ايه، 6 كراسي في غرفة الطعام. كده يا ولاد انتهينا بفضل الله من حل تقييمات الوزارة الخاصة بالأسبوع الأول، انتظرونا إن شاء الله الفيديو الجاي هنحل اختبارات الأسبوع التاني. يا ولاد ادعمونا بلايكات للفيديوهات علشان نكمل حل تقييمات الوزارة، الفيديو اللي هيلاقي عليه لايكات كتيرة هنكمل ايه المرحلة بتاعته، الفيديوهات اللي مش عليها لايكات مش هكمل حل التقييمات منها. فأي حد عايز تقييمات الصف الثالث يدعمنا بلايكات للفيديوهات، انتظرونا وادعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك مسهب رجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.